إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها الإخوة الفضلاء، فالحمد لله، الحمد لله الذي بلغنا هذا الشهر المبارك، والشكر لله على ما يسر فيه من صالح العمل، وبقي حسن الختام كما قال عليه الصلاة والسلام: وإنما الأعمال بالخواتيم. متفق عليه. ولئن كان هذا الشهر قد وصفه الله بقوله أياما معدودات، فما ظنكم فيما بقي منه؟ فلم يبق إلا القليل عددا، الكثير بركة بإذن الله تعالى. فاغتنموا ما بقي من شهركم، واختموه بالتوبة إلى ربكم، واسألوه قبول أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. واعلموا عباد الله أن من رحمة الله بنا أن شرع لنا في ختام الشهر عبادة يسيرة الأداء عظيمة الجزاء، ألا وهي زكاة الفطر من رمضان، نكمل بها بإذن الله تعالى ما نقص من عملنا. فقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، رواه مسلم. فهي فريضة من الله بنص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعود فائدتها على معطيها وآخذيها. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، رواه أبو داود وابن ماجه. تطهر الصائم من خلل وقع في صومه، وتساعد المسكين على قوت يومه، فهي من مظاهر التكافل الاجتماعي بين المسلمين. فيها إرساء لدعائم المجتمع المسلم في المحبة والإيمان، وتقوية لمشاعر الأخوة والبر والإحسان، وهي كذلك من مظاهر التعاون على البر وتقوى الرحمن. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ووقت أدائها هو قبل صلاة العيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواه أبو داود وابن ماجه. ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، كما كان يفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، رواه مسلم. قال نافع رحمه الله: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين. وأضيفت هذه الزكاة إلى الفطر لأنه سبب وجوبها، وهي واجبة على كل مسلم ذكرًا كان أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا، حرًا أو عبدًا. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. أما مقدارها فهو صاع كما جاء في الحديث، وهو مكيال حجمي يساوي 4 أمداد، والمد
هو الحفنة التي تملأ كفي رجل معتدل الكفين. وأصناف زكاة الفطر تشمل أصناف قوت البلد كالبر والأرز والتمر، وما كان منها للمسكين أنفع كان أفضل ما دامت قوتا. والأصل أن يخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه، وله أن يخرجها عن غيره من أهله وعياله البالغين أو المميزين أو من يعمل عنده من المسلمين، وليعلمه بذلك لكي تقع منه النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه. والحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام، وأسأل الله القبول وحسن الختام لي ولكم ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله الذي خلقكم، واستعينوا على طاعته بما رزقكم، واشكروه على نعمه كما أمركم، يزدكم من فضله كما وعدكم. معشر الصائمين الفضلاء، وإذا ثبت العيد برؤية هلال شوال أو بإكمال عدة رمضان 30 يوما، فكبروا الله ووحدوه واحمدوه: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. واستشعروا معاني هذا الذكر، قال تعالى: ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والعيد عباد الله من شعائر الله التي أمرنا بتعظيمها جل في علاه، ومن أحكام العيد التي تجب معرفتها والآداب التي تنبغي مراعاتها التكبير المطلق. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى، رواه الحاكم. ومن سنن العيد أن تغتسل قبل صلاة العيد، وتلبس أحسن الثياب، وأن تأكل تمرات وتراً قبل الذهاب لصلاة العيد. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وتراً، رواه البخاري. ويخرج الجميع لصلاة العيد لأنها واجبة. قالت أم عطية رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. متفق عليه. وصلاة العيد من شعائر الإسلام الظاهرة، وداوم النبي على أدائها ولم يتركها صلى الله عليه وسلم، وهي ركعتان كما قال عمر رضي الله عنه: صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان، قال: على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والنسائي. يكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام 6 تكبيرات، وفي الركعة الثانية بعد تكبيرة الانتقال 5 تكبيرات، يرفع يديه مع كل تكبيرة، ويجهر الإمام بالتكبير، أما المأموم فيسر بها. وتسن صلاة العيد في المصلى، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. متفق عليه. ومن سنن عيد الفطر التهنئة، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم إذا التقوا قال بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. ومن سنن عيد الفطر إظهار الفرح والسرور والتوسعة على الأهل والعيال في النفقة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. متفق عليه. عباد الله، واختموا هذا الشهر بزيادة الإقبال على الله، وليكن حالك يا عبد الله بعد رمضان أحسن منه قبله، فإن من علامات قبول الحسنة الحسنة بعدها، قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فاحرص على الصلاة، وأدِّ فريضة الحج، وأقبل على قراءة القرآن، واحرص على الصدقة وإن قلت، واثبت على طيب الأخلاق، وكف لسانك عن أعراض الناس، واشغل لسانك بذكر الله، حافظ على حسنات صلاتك وصيامك وزكاتك، واحذر الإفلاس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا
وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، رواه مسلم. نعوذ بالله من هذا الإفلاس وهذا الخسران. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا سخطه وعقابه، وحاسبوا أنفسكم على تقصيرها في جنب الجليل، وتزودوا ليوم الرحيل، فخير ما يتزود به هو تقوى الله، كما قال جل في علاه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. واستعدوا للعرض على ربكم، وأبشروا فإنكم ملاقو رب أرحم بكم من أمهاتكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. فاتقوا الله واجتنبوا معصية الله، وأتوا ما يحبه ويرضاه، واعملوا وأبشروا فإن ربكم كريم، رحمن رحيم، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد أن يهديكم ويريد أن يخفف عنكم ويريد أن يتوب عليكم، فتعرضوا لرحماته واغتنموا ما بقي من هذا الشهر بمناجاته، وادعوه يستجب لكم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فسابقوا إلى الجنات وسارعوا في الخيرات هذا، وصلوا على نبيكم عليه السلام، فإن الله يصلي عليه وملائكته الكرام. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصلواتنا وطاعاتنا، اللهم اجعل أعمالنا في رضاك يا رب العالمين، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولذرياتنا ولأرحامنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اجعلنا في بلدنا هذا من الآمنين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين، اللهم اصلح حالنا وحال المسلمين في كل مكان، اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل أعماله في رضاك، اللهم وفقه ولي عهده وأعوانهما إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.